للمزيد من المتابعة تنضم إلينا مباشرة من مقر انعقاد جلسات الحوار الوطني الزميلة جيرمين إبراهيم مراسلة التلفزيون المصري. أهلا بك جيرمين. اليوم نحن بصدد خامس جلسات المحور الاقتصادي بالحوار الوطني، اهتمام خاص من الدولة ومن المواطن بالتأكيد بفكرة العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص. كيف تناول الحاضرون هذا المحور وما النقاط التي تطرق إليها؟ نعم، بعد التحية بالفعل نتابع معكم في هذه التغطية الحية والمستمرة فعاليات جلسات الحوار الوطني. كما ذكرتم اليوم هو ثاني أيام الأسبوع الخامس، وهو مخصص للمحور الاقتصادي بلجانه المختلفة. فكانت البداية مع لجنة العدالة الاجتماعية على مدار جلستين ناقشت ما يتعلق بتفعيل مبدأ تكافؤ الفرص. كانت المناقشات تدور حول كيف يمكن تحقيق تكافؤ الفرص، سواء على مستوى اختيار العاملين أو تقييم العاملين في المؤسسات المختلفة، تحقيق المساواة في الاختيار سواء على حسب النوع أيضا في المحافظات وليس فقط في العاصمة، الحديث عن سياسات العمل. كان هناك أيضا تبادل عدد من الآراء فيما يتعلق بقضية الأجور، ويعني كان هناك تقديم ثناء على جهود الدولة في رفع الحد الأدنى من الأجور، ولكن كان هناك بعض المطالبات بأنه ربما يكون هناك خطوات أو خطة يتم وضعها لرفع الحد الأدنى للأجور بشكل مستمر. الحديث أيضا عن رفع المعاشات، كان هناك حديث عن الخطوات التي تتخذها الدولة فيما يتعلق بملف الإسكان الاجتماعي وأيضا خطوات القضاء على العشوائيات، كيف يمكن من خلال كل هذه المشروعات تحقيق تكافؤ الفرص ووصول الدعم لمن يستحق. الحديث أيضا عن الضرائب، فكان هناك عدد كبير من الآراء المتبادلة في هذه القضايا والملفات. أيضا بشكل متوازي عقدت لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالية على مدار جلستين لمناقشة الدين العام الإشكاليات والحلول. كانت هذه المناقشات تتعلق بهدف الوصول لمخرجات تلبي إصلاح الإدارة المالية العامة وشمولية الموازنة العامة وترشيد الإنفاق وأيضا تعزيز الإيرادات. تم في خلال هذه الجلسة مناقشة كيف يمكن تحقيق التوفيق بين السياسات النقدية والمالية وأيضا تحقيق الاستقرار الاقتصادي عن طريق زيادة الإنتاج. هناك من تحدث على أنه لجذب الاستثمار الخارجي يجب تقديم كل الدعم للاستثمار في الداخل والمشروعات المحلية، الحديث عن الدعم الذي يقدم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وما يترتب عليه إعطاء ثقة للمستثمرين في الخارج وبالتالي جذب مزيد من الاستثمارات وزيادة الإنتاج، وهو ما يعود بالفائدة على الاقتصاد المصري ويضع مزيد من الخطوات الإيجابية في ملف الإصلاح الاقتصادي. يعني كل هذه المناقشات كانت تأتي بهدف الوصول لمخرجات في شكل تشريعات أو مشروعات قوانين أو توصيات تكون قابلة للتنفيذ على أرض الواقع من خلال تبادل الرؤى وخلق المزيد من المساحات المشتركة. أعود إليكم مرة أخرى في الاستوديو. شكرا جزيلا زميلتي جيرمين إبراهيم مراسلة التلفزيون المصري للحوار الوطني.